وعدنا إلى ما كنا عليه. منتخبنا الوطني يخسر من منتخب البحرين بهدف مقابل لا شيء في مباراة خسرها منتخبنا الوطني أداء ونتيجة. فخلونا نتكلم عن هاي المباراة سوية، خلونا شوي نتكلم عن اللاعبين وعن أسباب خسارة اليوم اللي خسرناها أمام المنتخب البحريني، اللي خسر المنتخب البحريني قبل أيام فقط من المنتخب الفلسطيني. فهل معقول أن المنتخب الفلسطيني يستطيع التغلب على المنتخب البحريني والمنتخب البحريني يفوز علينا بالأداء وبالنتيجة ويسيطر علينا بالطول وبالعرض في كل أوقات المباراة؟ خلونا نتكلم على السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة. معكم علاوة من قناة علاوة يوتيوب، بقناة هاي ننزل محتوى رياضي سوري. إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغطنا لايك الفيديو وسبسكرايب القناة، وخلونا نبلش بالفيديو. ونبلش بالتشكيلة اللي دخل فيها منتخبنا الوطني. التشكيلة الرسمية كانت كالتالي. سبحان الله، هاي التشكيلة الرسمية هي نفس التشكيلة اللي تمنيناها بفيديو البارح، ولكن هيكتور كوبر نسي لاعب واحد كان هو الأهم بهاي التشكيلة، هو اللي يقفل هاي التشكيلة الجميلة اليوم. ففعلا الأسماء اللي دخلوا اليوم كانوا لاعبين أقوياء جدا ويستحقون أنه ينزلون، ولكن اللاعب الناقص بهاي التشكيلة هو اللي راح يحافظ على مجهود كل هذا الفريق وكل هاي التشكيلة اللي راح أذكرها حاليا. إبراهيم علمة في حراسة المرمى، سعد أحمد وأرناؤوط قلبي دفاع، عبد الرحمن ويس كظهير أيمن، فهد اليوسف كظهير أيسر، سيمون أمين وأوليفير كاسكاو كلاعبي محور دفاعي، ملهم بابولي كصانع لعب، وعمر خريبين كراس حربة، جناح أيمن محمد الحلاق، وعمار رمضان كجناح أيسر. هذول كل اللاعبين قلناهم بفيديو البارح، وقلنا يا ريت انه هيكتور كوبر ينزل بهذول اللاعبين بالمباراة اللي راح تلعب اليوم، ولكن كنا نتمنى اللاعب ايضا ينزل وهو اللي راح يحافظ على مجهود كل هذا الفريق. واللاعب اعتقد عرفتمه من هو، يلي هو عمر السومة. هيكتور كوبر هيئ بهذه التشكيلة كل اسباب صناعة اللعب، كل اسباب صناعة الاهداف. فملهم بابولي صانع لعب وصانع أهداف، والأجنحة يتركز عليهم عاتق صناعة اللعب وليس تسجيل الأهداف. وسيمون أمين وأوليفير كاسكاو كانا خير لاعبين في التشكيلة وفي القائمة الحالية لحماية الخط الخلفي الهجومي. فكل هذول اللاعبين كانوا مهيئين لصناعة اللعب، ولكن منو بده يسجل الأهداف؟ عمر خريبين اليوم كان هزيل جدا، لم يصنع أي خطورة على مرمى منتخب الخصم، وحتى عمر السومة عندما دخل بالشوط الثاني لم يصنع ذلك الخطورة الكافية على مرمى الخصم. ومن هذا نستنتج فإن الثقل والقوة الهجومية عندنا في منتخب سوريا هي في تواجد العمرين في خط المقدمة في منطقة الصندوق عند مرمى الخصم. فأمام تايلند عندما دخل عمر خريبين وعمر السومة كأساسيين منذ بداية اللقاء، شفنا أول هدف عمر خريبين صنعه والسومة سجله، ثاني هدف عمر السومة صنع ركلة الجزاء وعمر خريبين سجلها، والهدفين من أخطاء دفاعية. المنتخب الخصم ودفاعات منتخب الخصم عندما يواجهون عمر السومة وعمر خريبين أمامهم يرجفون وراح تكثر أخطائهم، وهذول اللاعبين إذا تواجدوا سوية يستحيل ألا يستغلوا أرباع الفرص. أما أنه تدخل عمر خريبين لحاله بالشوط الأول وتدخل عمر السومة لحاله بالشوط الثاني، فهذا أبدا لن يفيدنا في مسألة اللمسة النهائية اللي تضمن مجهود الفريق كامل. أما الهدف اللي تم تسجيله علينا فهو نفس قصة الهدف اللي سجلوه علينا أمام تايلند. مسألة الرأسيات والكرات الرأسية، لدينا ضعف في المنطقة الدفاعية في هذه المسألة، في مسألة الرأسيات ومراقبة اللاعبين داخل منطقة الصندوق، وخاصة اللاعبين الذين يجيدون الرأسيات. فأمام تايلند نطح اللاعب التايلندي الكرة بكل أريحية وسددها في مرمانا وفي شباكنا. واليوم أمام البحرين يتكرر السيناريو وينطحها لاعب المنتخب البحريني بكل أريحية. إبراهيم عالمة وصل الكرة ولكن اللاعب البحريني نطحها بشكل جميل، كانت الكرة تفتل فتل فزلقت من كف إبراهيم عالمة ودخلت إلى المرمى. المهم هنالك مشكلة في خط الدفاع، هي مسألة عدم الرقابة الدفاعية على مهاجمين الخصم، خاصة في مسألة الرأسيات والكرات العالية. مسألة ثالثة بدي أتكلم عنها بهذا الفيديو وهي مسألة إضاعة الفرص. نعم نحن أتيحت لدينا عدة فرص،
خاصة في بداية الشوط الأول، وأبرزها فرصة محمد الحلاق اللي ما كان بينه وبين المرمى متر واحد. فلو هذا مكان عمر السومة وعمر خريبين، فلو عمر السومة أو عمر خريبين أتيحت لهم هذه الفرصة، صدقوني ستكون نسبة تسجيلها أعلى بكثير من نسبة تسجيل الحلاق لهذه الفرصة، لأن عمر السومة وعمر خريبين ولدوا في منطقة الستعشر وتخصصهم هذه الكرات، خاصة عمر السومة. لذلك أقولكم لاعب راس الحربة اللي سجلوا سواء كانوا لاعب ولا لاعبين، هم من يحافظوا على مجهود الفريق كامل. أيضا لدينا عدة فرص أتيحت ولكن تم إضاعتها، فلو كنا مسجلين أحد الفرص لكانت انقلبت موازين اللعبة رأسا على عقب. محمد حلاق وعمار رمضان وملهم بابولي، هذول اللاعبين ما قصروا أبدا بمباراة اليوم، كانوا ينطلقون ويعملون انطلاقات. ملهم بابولي كان يرجع يدافع إلى الوراء في بعض الأوقات رغم أنه مهامه هجومية فقط. عمار رمضان كان ينطلق بأكثر من الأوقات ويعرض، ولكن للأسف ما يلاقي حدا يستجيب لتعريضه، لأنه ببساطة ليس هنالك العمرين في منطقة الجزاء، هنالك عمر واحد ومحاوطينه خمسة لاعبين بحرينيين. محمد الحلاق أيضا كان ينطلق وأتيحت له التسديدات وكان يعرض أيضا عرضيات، ولكن للأسف لا أحد يستجيب لانطلاقات عمار رمضان ومحمد الحلاق، وهذا بسبب عدم تواجد راس الحربة الفتاك عمر السومة مع عمر خريبين الذين لطالما أبدعوا وأمتعوا في منطقة الصندوق سوية وسجلوا الأهداف وأفرحوا جماهير. ولا يجوز أن نذكر انطلاقات المنتخب اليوم ولا نذكر انطلاقات ومجهود عبد الرحمن الويسي اللي كان يصنعها من منطقة الظهير إلى المنطقة الهجومية، كانت انطلاقات جميلة جدا وعودة أيضا جميلة، عودة دفاعية، ولكن للأسف اليد الواحدة لا تصفق، لكن عبد الرحمن ويس يجب أن نصفق له لأنه فعلا قام بمجهود رائع سواء كان مجهود دفاعي أو مجهود هجومي خاصة. أيضا اليوم بدنا نشيد بمجهود سيميون أميني اللي أيضا قدم مجهود رائع بهاي الليلة، قدم أداء كبير وكان ينطلق إلى المناطق الهجومية وكان يرجع إلى المناطق الدفاعية إلى منطقة المحور بكل شراسة وبكل عنفوان. ولكن سيميون أمين وأوليفير كاسكاو منطقتهم هاي منطقة المحور الدفاعي الوسط المساند للدفاع، في هذه المنطقة لدينا مشكلة، والمشكلة هاي أعتقد أنه قام تجينا لأنه ما عدنا أبدا خط هجومي، فقام نغرق بهجوم الخصم ونقعد ندافع كالعادة. المشكلة هي حدثت في هاي المباراة وحدثت في مباراة تايلاند، وهي مسألة اللاعبين الخصم يلعبون بشكل مرتاح أمام منطقة الستعش ويسددون تسديدات على المرمى من مكان بعيد. أمام تايلند كانت هذه المشكلة بسيطة، لكن اليوم أمام البحرين عانينا منها جدا، فرأينا تسديدات كثيرة 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 من المنتخب البحريني من خارج منطقة الستعش، وهنالك أعتقد سببين لهذه المشكلة. السبب الأول هو تراجع دفاعنا كثيرا، فليق قلوب الدفاع بمباراتنا اليوم أمام الحارس بكم متر، فجباري بدهم سيميون أمين وأوليفير كاسكاو يتراجعون إلى منطقة الستعش، فيصير هنالك راحة أمام منطقة الستعش ويسددون المنتخب البحريني كراتهم مثل ما يريدون. ولكن الحمد لله رب العالمين كل تسديداتهم اليوم من خارج منطقة الستعش لم تأتي هدف، لأنه كان أيضا إبراهيم عالمة لها بالمرصاد. ويتألق على سيرة إبراهيم عالمة، إبراهيم عالمة صحيح اليوم تلقين هدف ولكنه قدم أداء جميل، وأنا سعيد جدا 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 لعودة أداء الحوت إبراهيم عالمة. ولكن نعود لمشكلتنا، هاي مشكلة خطيرة لازم يلتقى لها حل، عانينا منها في مباراة تايلند واليوم نعاني منها بقوة أمام منتخب البحرين، وهي مسألة التسديدات الكثيرة لمنتخب الخصم من خارج منطقة الستعش والرياحة الجمة اللي يلعبون فيها خارج منطقة الستعش والتمريرات بدون أي ضغط من لا أوليفير كاسكاو ولا سيميون أمين ولا قلبي الدفاع. ما بدنا ننكر أداء أوليفير كاسكاو، كان صمام الوسط اليوم بتمريراته الجميلة، وما بدنا ننكر أيضا أداء سيميون أمين يلي كان نحلة بالملعب تلاقي بالهجوم وتلاقي بالدفاع، لكن عندهم نقص بهاي المشكلة لازم يلتقى لها حل من المدرب هيكتور كوبر ومن الكادر الفني اللي معه. ولكن ما بدنا نكثر الانتقادات، لأنه اليوم هيكتور كوبر طلع وقال كلمة وأوفى بها بكل صراحة إنه هو بده يجرب اللاعبين،
ففعلا التشكيلة اللي دخل فيها أمام منتخب تايلاند مختلفة تماما عن التشكيلة اللي دخل فيها اليوم أمام منتخب البحرين، ولكن لازم نتعلم من أخطائنا سواء أمام منتخب تايلاند ولا أمام منتخب البحرين. والخطأ الأكبر اللي لازم نتعلمه خاصة من مباراة اليوم إنه العمرين يجب أن يكونوا إلى جانب بعض في التشكيلة الأساسية، لأنهم هم ثقل في الملعب، هم رعب لمنتخب الخصم، وهم ثقة لمنتخبنا الوطني وللاعبين منتخبنا الوطني. وبس والله، هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.